أغلق الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشري صفحة مباراة فاركو واللي فاز فيها بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم، وبيرفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز الـ14 بجدول المسابقة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبي 3 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف، وبيستعد لطلائع لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر ليها الساعة 5:30 عصر الاثنين اللي جاي على استاد اسكندرية بالجولة الـ11 لمسابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة اللي بيغيب عنها التونسي محمد علي الجويني مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد في مواجهة فاركو.